السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. حذر الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي جليل اللامي اليوم الخميس من تشريع مجلس النواب لقانون الأمن الغذائي المرسل من قبل الحكومة. وقال اللامي في تصريح أن أصرار الحكومة على تمرير قانون الأمن الغذائي الذي تمت القراءة الأولى والثانية في مجلس النواب باب من أبواب الفساد، خاصة وأنه تم رصد مبلغ 24 تريليون دينار عراقي لهذا الباب وما مقرر في مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2022 لا يتجاوز 5 تريليونات دينار عراقي. وبين أنه على الحكومة تمرير الموازنة العامة وغلق أبواب الفساد هذه، فأقرار قانون الأمن الغذائي هو نذير بتعطيل الموازنة العامة لعام 2022 وعدم تمريرها، وربما هذا الهدف الأساس والمراد من الأصرار على تشريع هذا القانون.